اهلا وسهلا متتبعي انفاس بريس في حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس. نناقش اليوم الصعوبات التي يواجهها ضحايا حوادث الشغل امام تاخر مراسيم تنفيذ تمكينهم من التعويضات الماليه والتي تراوح مكانتها بين وزاره الصحه ووزاره الماليه. نستضيف معنا اليوم إبراهيم فهمي رئيس الجمعية المغربية لتضامن حوادث الشغل والأمراض المهنية ولطفي راكمي عضو الجمعية. أهلا وسهلا سي إبراهيم، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا سي لطفي، مرحبا فيك. شكرا على الاستضافة. بداية سي إبراهيم، فين وصلت المشاريع والقوانين التي تؤطر صرف تعويضات ضحايا حوادث الشغل؟ نعم، بحكم التغيير اللي وقع في الحكومة الجديدة والتكليف أو الوصاية التحولات من وزارة الشغل لوزارة الصحة، كان هناك خص يكون واحد القانون اللي يتغير باش يولي بصفة نهائية عند وزارة الصحة. كان الحكومة في شهر 7 كانت دارت واحد مشروع قانون اللي هو مشروع قانون 27/23 المتمم والمغير لقانون 18/12 المتعلق بالتعويضات عن حوادث الشغل. كان داز من مجلس الحكومة، داز المجلس المستشارين، صادق عليه في مجلس المستشارين وحالوه على البرلمان اللي بالدور ديالو تحال على لجنة القطاعات الاجتماعية مع 4 ديال القوانين كلهم كيخصوا وزارة الصحة. الغريب في الأمر أن 3 منهم تم الإدراج ديالهم في جلسة للمناقشة والمصادقة، واستثنى منهم هذا القانون ديال 27/23 اللي ما عرفناش علاش استثنوه، مع العلم أن رئيس الحكومة دوزوا بالأسبقية، يعني أعطاه الأولوية، وان وزاره الصحه ما عطاتوش الاولويه اللي خصو يكون عندها ولحد الان ما درجاتوش. نعم سي لطفي، بخصوص ارتفاع ضحايا حوادث الشغل، شنو هي الاسباب في نظرك لهذا الارتفاع؟ وممكن تعطينا بعض الارقام على الصعيد الوطني. مرحبا وشكرا على الاستضافه سي عبد الله، وشكرا لطاقم جريده انفاس. فإذا بغينا نتكلموا اليوم على العدد الحوادث اللي كتسجل في السنه، فنقدر نقول لك انه كتسجل اكثر من 60,000 حادثه سنويا، منها 20,000 للأسف كتكون خطيرة، منها 2000 وفاة، 2000 وفاة سنويا، يعني 2000 شخص إنسان كنفقدوه في إطار حوادث الشغل. فبالتالي الأسباب اللي كترجع على هذا الشيء، كاين هناك عدة أسباب. أولا غياب الثقافة ديال الصحة والسلامة المهنية اللي للأسف أرباب الشركات باقي ما تشبعوش بهذه الفكرة هذه ديال أنه راه حماية الشخص واجبة عليه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية غادي نقول المسؤولية تتحملها في حد الشق وزارة التشغيل. علاش؟ لأن وزارة التشغيل إلا قلنا عدد مفتشين الشغل اللي كاينين في المغرب، نقدر نقول لك أنه كل مفتش الشغل مسؤول على تقريبا واحد 400 ديال 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 الشركات. فبالتالي هذا العدد هذا كيخليش الدور ديال المراقبه ديال مفتش الشغل تكون سهله. كذلك اطباء الشغل بالمغرب تقريبا 1400 طبيب في المغرب كامل، يعني عندنا خصائص ديال واحد 1600 طبيب. فبالتالي ملي كنقولوا هذه المعطيات كامله والا غادي يكون عندنا حوادث مرتفعه. بالتالي انه وحتى شركه التامين، لجينا نهضروا على شركه التامين، غياب دوك الوصلات الاشاريه، كاين غياب ثقافه، ما كنشوفوش حملات توعيه مثلا دابا ملي كتشعل دابا التلفازه وفهمتي في قناه عموميه مغربيه كتلقى اشارات ديال شركه التامين بالنسبه للسيارات، عمرنا شفنا شي اشهار
كيتم بهذه المساله ديال الحوادث الشغل. يعني تطالبون يعني بحملات توعويه في التلفازه، خاص يكونوا دورات تكوينيه في الشركات، خاص بزاف ديال جميع مختلف وسائل الاعلام. بطبيعه الحال حدا حتى اليوم العالمي للصحه والسلامه المهنيه ما كنشوف ما كاينش ديك القيمه ديالو الحقيقيه على ارض الواقع. نعم. الا استدعينا حيدنا واحد المعرض اللي كيدار، اللي هو معرض عالمي كيدار لنا معرض بريفونتيكا، فكنظن انها كتبقى مبادرات محتشمه في هذا الشق هذا. نعم. وسي ابراهيم، بخصوص يعني تفعيل المطالب ديال ضحايا حوادث الشغل المغربي، شنو الاجراءات المقبله اللي كتحتزموا اللجوء اليها؟ من بين الاجراءات هي كان عندنا قمنا بعده ارساليات لرئيس الحكومه وزاره الصحه، ودرنا وقفه امام وزاره الشغل، ودرنا وقفه اللي تبين لنا فيها شكون المسؤول، لان كان قبل ما كناش عارفين، ماشي ما كناش عارفين، ما كانوش بغانا نعرفوا بهذا المفهوم هذا. من بعد تعرفنا بان وزاره الصحه هي المسؤوله علينا، يعني نهار 23/5/2023 كان شي حوارات سابقه مع الاجهزه المعنيه بوزاره الصحه. نعم، عيطوا لنا، درنا اول لقاء معاهم وموثق، يعني كاين محضر الاجتماع. من بعدها درنا، ما استجبوش، ما كان حتى شي حاجه، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي شفناها، الملف ما شفناش به شي تقدم. درنا وقفه في 1/11، درنا معاهم لقاء ودرنا محضر. نعم. والمحضر كان فيه بانهم غادي يجاوبونا في اخر الشهر ديال شهر 1 يناير 2024. ملي اتصلنا بهم على ود باش نشوفوا الملف، يعني ما قامنا به اثناء المحضر وسجل اشنو دار فيه، كنتفاجئوا كيتملصوا منا، ما بغاوش يجاوبونا، وكيقولنا باقي الملف ما فيه والو، باقي الدراسه ما دارتش، باقي القانون ما داش، باقي كذا. دونك اضطرينا غنديروا وقفه ان شاء الله نهار 22، يعني الخميس الجاي بعد غدا، عندنا وقفه امام وزاره الصحه. نعم. والمطالب ديالنا في هذه الوقفه هو اخراج المراسيم، لان كنتسالهم جوج ديال المراسيم. هي نورمالمون خصها تكون اكثر من جوج، ولكن حنا مشينا بما جرت به العاده. نعم. لان ولات عندنا العاده في المغرب كيديروها من 5 سنين لخمس سنين. نعم. وما هي دازت على 2 ودازت على 3 سنين، هي كيقول لك المشرع كل ما ارتأى المشرع، يعني نظرا لغلاء المعيشه، ارتفاع الاجور خاصها تزاد باش يكون داك التوازن بين الايراد وبين الناس اللي كيتخلصوا، لان الناس اللي كيتخلصوا عندهم ايرادات ضعيفه بزاف، وحتى الزياده في الايراد ضعيفه، ولكن على الاقل اللهم داك شويه ولا بلاش. هذه من جهه. ثانيا عندنا استفاده الضحايا اللي توفوا وباقي، يعني مثلا المرسوم اللي كاين دابا 2013 2018، الناس راه توفوا حتى 2024، عنده الحق في هذاك المرسوم، خصهم يستافدوا، لان المرسوم اللي فات الناس ما استافدوش. واش كدير دابا لا سينرا؟ كتصيفط داك الرابيل ديال الزياده في الايراد، كتصيفطوا لك الوفا كاش بريد. بريد كاش. بريد كاش كتصيفطوا باش الناس يمشي يحط لاكارت ديالو تخلص، اللي ما جاش يعني راه ما كاينش، توفى. هذاك الايراد كيرجع، ما كيستافدش من ذوي الحقوق. نعم. هذه من جهه. الجهه اخرى استفاده الارامل وذوي الحقوق. دابا الانسان اللي توفى وعنده حته شغل، الارمله ديالو ما كتستافدش، والابناء ديالو ما كيستافدوش، وهذا خصو يشوف، خصو يتعاد النظر فيها. نعم. سروفي، كيفاش كتشوفوا تعامل الحكومه مع ملف ضحايا حوادث الشغل؟ نلاحظ ان الملف يتراوح مكانه ما بين وزاره الشغل، وزاره الصحه، ووزاره الماليه. انا اللي نقدر نقول هو انه مني كتشوف انه اودع بالاسبقيه من طرف رئيس الحكومه، وكتلقى انه اربع كما قال السي ابراهيم، اربع ديال القوانين ديال وزاره الصحه، كيجي وزير الصحه في ظرف اسبوع جوج ديال المرات، كيدوزوا ثلاثه وكيستثنيو ديالنا حنايا. اذا هنا كنقول فين هي الاسبقيه ديال وزاره ديال رئيس الحكومه؟ فين هي ديك اودع بالاسبقيه؟ هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو انه هذا الملف هذا يحمل طابع اجتماعي محض، بغض النظر على كل شيء. حكم العيب والعار اليوم ضحيه ديال حادثات الشغل، ملي كتبغي تحسب ليه الايراد ديالو، كياخذوا فيه السالير اللي كان عندك ديك الساعه، مثلا السميك، مثلا الحادثه وقعت في 2009،
كياخذوا السميك، الا كنتي ما كتقاضى السميك كتاخد السميك اللي كان تقريبا هو 24000 درهم، كتضربوا في نسبه العجز كتقسموا على 100، الا كان فوق من 30% كان تحت من 30% كتقسم على 200. فهمتي هذاك الايراد اللي كيخرج لك كتبقى تقاضاه حياتك كامله، يعني واحد السميك ديال تاريخ الحادثه كيبقى حاكم عليك حياتك كامله وانت كتخلص به. هنا المشرع من جا ودار هذه الزياده في الايراد ودار فيها انها يعني الزياده في الاجور غلاء المعيشه هذه، فهو خاصو يكون يواكب هادشي اللي كاين في القانون. الا دوينا على غلاء المعيشه اليوم راه الناس خدامين وتقهروا. نعم. الا دوينا على زياده في الاجور وحسب من 2013 والزياده في الاجور كتزادوا وهاد الضحايا ما كيتزادوش. فبالتالي اليوم حرام هاد الفئه تضيع. نقدر نقول لك صعيبه علينا نتحملوا الصفه ديال ضحيه ديال حادثه شغل ونتحملوا صفه ديال ضحايا ديال القانون، صعيبه نتحملوا جوج صفات. فهمتي ما تقبلناهاش وما تقبلناش حتى وزير الصحه باش يجي للمجلس النواب ويصادق على المشاريع بثلاثه ويستثني ديالنا حنايا، على الاقل كان يتبرمج في اللجنه. نعم. على الاقل. نعم. وهما على درايه على انه الدوره الخريفيه ديال البرلمان غادي يستدعي حتى شهر 4. نعم. حرام اننا نضيعوا هذه المده كامله. شحال دعنا بزاف، حنا اصلا دعنا غير منك انك نسولوا على شكون الجهه المسؤوله علينا. كتصيفط لوزير الشغل كيقول لك انت من اختصاص وزير الصحه، كتصيفط لوزير الصحه كيقول لك انت من اختصاص السلطتين. هذا الشيء في 2023 مع العلم انه كاين مرسوم ديال الهيكله الجديده للحكومه اللي به مشات الاختصاصات ديال وزير الصحه ومشات معها الحمايه الاجتماعيه في 2021. من 2021 حتى 2023 فين كانوا باش انهم يقادوا هذا الشيء بلا ما نوقفوا عليه حنايا. اذا اليوم كنقول انه صار لازما في اطار تنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه انه يكون مرسوم شامل يبقى يخرج كل 5 سنوات بدون ما اننا نوقفوا. حنا ما كنطلبوش شي حاجه. انا نقدر نقول لك ان هذه الزياده في الايراد الا جينا نحسبوها ونقول لك شحال كتزاد، انا هاي الدية انا ياك كنت قاعده 1100 درهم الشهر كتجيني على 3 شهور 3300 درهم كل 3 شهور، الزياده عندي فيها 500 درهم. يعني ملي كنهضروا على واحد المبالغ اللي هي بسيطه بزاف. ما لحد الان نعم. هي مجموعه من التساؤلات ما لقيناش لها جواب من طرف الجهه المسؤوله. نعم. وهذا الشيء اللي نقدر نقولوا في هذه المساله. نعم. اذا سي ابراهيم شنو هي الخطوات المقبله اللي غتلتجا لها الجمعيه للدفاع عن المصالح ضحايا حوادث الشغل بالمغرب؟ احنا الحمد لله كنا طرقنا الباب ديال مجلس المستشارين ولقينا ترحاب من طرفهم، كنشكرهم من هذا المنبر، ومجلس النواب تاهو لقينا ترحاب، وكاين غنديروا ما امكن بطرق سلميه مشروعه باش ندافعوا على الحقوق ديالنا وديال الضحايا ان شاء الله. نعم. لان حنا ضحايا. نعم. شكرا جزيلا غير واحد ابراهيم واحد الكلمه باش ما تفوتنيش، غير اللي بغيت نركز عليه هنايا بغض النظر على الزياده في الايراد، فاليوم ضحيه ديال حادثه شغل ملي كيتوفى كيموت معاه الايراد. يعني كيفاش اليوم احنا مضرورين وكنغوتوا على ديك الزياده لي شويه غادي تحسك شويه، يعني راه ما في نهضروا على الحاله الاجتماعيه راه لا اله الا الله راه ربي العالم بها. نعم. الضحايا ديال حوادث الشغل راه كيعيشوا شهر وكيموتوا شهرين. نعم. نعم. ملي كنقول لك كنتقاضى 3300 درهم راه كاينين الناس اللي قل من هذا الشيء هذا. فبالتالي اليوم خاصنا نفكروا في هاد الناس. كتشد داك الاجر ديالك كتاخذه كل 3 شهور، فيه زياده في الايراد وفيه الايراد ديالك، كتعيش داك الشهر وديك شهرين اخرى كتعاود تكريدي فيها. نعم. فبالتالي اليوم الضحايا لا حول ولا قوه لهم. انت مكرفص وانت عايش، ومني غتموت غيموت معاك الايراد، شنو غادي يبقى؟ غيبقاو حالات اجتماعيه، اسر تتشرد. قسما بالله لا اسر تتشرد في المساله هذه. اليوم خاصهم يفكروا في اطار تنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه انهم يشوفوا في هذه الفئه هذه بعين الرحمه. نعم. ونتمنى لكم خير. نعم كريم. نعم تفضل سي ابراهيم. انا كنطلب من وزير الصحه بما هو انه هو المسؤول على هذا القطاع ديال الحمايه الاجتماعيه وديال حوادث الشغل انه يشوف هذا الملف ياخذ بجديه. راه الناس بزاف محتاجه لهذه الزياده، وراه حق من الحقوق ديالهم اللي كيخولها لهم القانون بظاهر شريف. نعم. نعم. شكرا جزيلا سي ابراهيم على كل هذه التوضيحات. شكرا استاذ لطفي على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على المتابعه، ونضرب لكم موعد جديد.